وقف 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 يا راعي الحمار الأشهر. وقف، عليك مخالفة. الله يرضى عليك. أنا وش مساوي عشان تخالفني؟ أنت ما تدري إن التضليل ممنوع؟ ها هذا مضلل؟ إي نعم. هذا الحمار هذا هو لونه من يوم ما كان جحش. والله بقول لك الصراحة، الضابط عطيني دفتر على المخالفات وقال لا ترجع لأنت مخلصة، فأنا مخالف مخالفك ولا تكثر البربرة. عشان عشان الحمار. تفضل. يلا حرك هناك. حرك يا ولد.